السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل أبي، تحية لكم من الجزائر. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سأتكلم عن نقل ملكات النحل أو تسفير ملكات النحل في الأقفاص، يعني قبل ما تدخل الملكة على خلية ميتمة أو تقسيم، يجب أن يمر على هذا التقسيم أو الخلية الميتمة يوم واحد، يعني 24 ساعة حتى يكون القبول يعني 100%. إذن هذا هو القفص الذي ننقل فيه الملكات، وفي عدة أقفاص، فيه يعني الدائري وهذا المستطيل، الكثير من الأقفاص. هذا القفص عنده هنا ثقب نوضع فيه سلك أو عود ويعلق بين الإطارات. طريقة النقل، تضع الملكة في القفص، هذا هو الباب من هنا، هذا هو الباب، هذه كاندي، عجينة كاندي وضعتها بالداخل. من قلت تضع الملكة في القفص ومعها بعض العميلات، معليش ممكن 3 أو 4 أو 5 أو 6، كلما كان العدد كبير كلما كان يعني كانت نسبة النجاح كبيرة جدا. لماذا العميلات؟ لأن العميلات هي التي تغذي الملكة بالغذاء الملكي عن طريق الفم، يعني العميلات تفرز الغذاء الملكي من الفك، من فكها الواقع في الفم، والغذاء الملكي هذا شكله هذا الذي أمامكم، هذا هو الغذاء الملكي، هذا اللي أمامكم، هذا يفرز النحل، هذا أبيض، هذا هو الغذاء الملكي، يوضع في الثلاجة. إذا قلنا الغذاء الملكي هذا الذي رأيتموه، وكذلك قبل وضع الملكة نضع الكاندي في القفص. لماذا؟ لأن النحل أو العاملات اللواتي مع الملكة يتغذون من هذا الكاندي، يعني النحلات اللي في القفص مع الملكة يتغذوا من الكاندي هذه، بعد ذلك يفرزوا الغذاء الملكي. لو يعني تكون الفترة طويلة وهذه العميلات لا تجد غذاء، وبالتالي تموت العميلات وبعدها يعني تلحق الملكة. الملكة تضع، لو تضع لها عجينة الكاندي يعني تتغذى عليها، ولكن لفترة قصيرة تموت، يعني ممكن 8 ساعات أو 10 ساعات تموت، هذه مجربة. وعندما تدخل معها العاملات والتغذية يمكن أن تأخذ هذا القفص 3 أيام أو يومين عادي دون أي مشاكل، فقط يجب أن توفر الحرارة اللازمة للنحل. النحل حساس جدا، إذا كان درجة حرارة يعني مثلا 8 أو 10 يتحسس فيها أو تضره، وبالتالي لأن هنا النحل قليل لا يدفئ الملكة، والملكة كي تعيش يجب أن يكون هناك تدفئة. مثلا هنا نشوفوا، أنا جلبت هذه الملكة معها 3 عميلات، ها أمامكم ملكة ملقحة، والعميلات هذو يعني من خلية، من خلية الملكة، يعني ممكن لو يعني تأخذ نحل كبير من خلية أخرى راح يقتل الملكة هذه. لذلك إذا لم تجد نحل على الأقل أدخل نحل حاضن الذي يخرج من الحضانة جديد. القفص فيه هذا الجزء، هذا بلاستيكي، هذا الجزء الذي أمامكم، هذا هذا المستطيل تقريبا، وفيه وجاي على شكل نصف قرص أو نصف دائرة. هذا عندما تضع الكاندي هنا تكون الخلية ميتمة، تضع الكاندي، تنزع هذا البلاستيك وتضع القفص هذا في قد تضع القفص هذا داخل الخلية. النحل يأكل الكاندي هذه، يأكل الكاندي ثم يدخل للملكة ويحررها. ويمكن يعني إذا كانت عندك خلية قريبة ووضعت الملكة في القفص بدون نحل يمكن أن تعيش،
ولكن الطريقة الأنسب هذه هي، يمكن أن تعيش، لأن النحل يغذي الملكة حتى ولو الخلية فيها ملكة، فالنحل يغذي الملكة عن طريق هذه الثقوب التي في القفص، ويعني يغذيها مدة، ممكن أسبوع، إذا طالت الفترة ويعني خلاص يعني الملكة يغذيها النحل، والخلية هذه تكون فيها ملكة ملقحة بعذراء، النحل سيغلق على الملكة بالشمع، يغلق هذه الثقوب حتى تختنق وتموت. لذلك دائما إذا وضعت ملكة في القفص في خلية وفيها ملكة ملقحة أو عذراء، يعني عندها ملكتها، بعد 3 أيام أو 4 دائما تأتي وبالعود أو بسلك أو بمسمار تقوم بنزع الشمع الذي وضعه النحل لكي تتنفس هذه الملكة. دمتم في رعاية الله وحده، السلام عليكم، أرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم واستفدتم منه، إلى اللقاء.